تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الاتصال الأوضاع الإقليمية خصوصا في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية لوقف إطلاق النار ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، واستعراض المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء. كما توافق الرئيسان على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. كما حرص الرئيس السيسي على مناقشة الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على رؤاهم بشأنها، مشددا على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية، ومؤكدا أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، ومثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى. قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة قامت بدورها بكل شفافية منذ أن أعلنت عن الجدول الزمني وكافة الإجراءات، من فتح باب الترشح إلى الإعلان عن القائمة النهائية وقيام المرشحين الأربعة بالدعاية الانتخابية، وستستكمل الهيئة دورها في الاقتراع والفرز إلى الإعلان عن النتيجة النهائية، مشددا أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة الأساسية لشفافية الانتخابات. أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن ثقته في قدرة الأجهزة والمؤسسات المصرية على تنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة المصرية بأعلى درجة من الاحترافية والحيادية، مضيفا أن البرلمان العربي شكل أكبر وفد في تاريخه برئاسته لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وأن عملية متابعة البرلمان للانتخابات سوف تبدأ مع انطلاق عملية التصويت، مرورا بمتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة. حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أن قطاع غزة الفلسطيني أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، حيث يقتل ويصاب العشرات كل يوم والنظام الإنساني ينهار، مضيفة أن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره هي حكم آخر بالموت على الأطفال. وصفت منظمة أطباء بلا حدود الأوضاع في قطاع غزة بأنها كارثة القرن، مشيرة إلى أن القتال أصبح أكثر كثافة عقب أسبوع من انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام، مضيفة أنها أوقفت كافة أنشطتها تقريبا في غزة، كما أوقفت أعمالها في جنوب القطاع بسبب الأمن، موضحة أن المستشفيات في قطاع غزة توقفت تماما وما زالت تعمل في جنوب القطاع إلا أنها مكتظة ويتم استخدامها كملاجئة أيضاً.